محدش بيحس بقيمة الحاجة غير لما تمشي. رمضان صبح بيدور على فريق يلعب فيه ونفسه يرجع الأهلي، لكن الخطيب لسه ما قالش كلمته. الزمالك عايز يضمه بأي تمن، واخوان قال للإدارة هو ده اللاعب السوبر اللي الفرقة محتاجاه. رمضان صبح في أزمة كبيرة وبيدور على حل ليها، وأيامه بقت معدودة في مصر، والحل في إيد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. تعالوا نعرف أصل الحكاية بصراحة. رمضان صبحي قرر إنه يرحل من نادي بيراميدز بعد ما كان انضم ليه خلال صيف 2020، ولكنه دلوقتي عنده رغبة قوية في الرحيل بعد خسارة الفريق لجميع البطولات الموسم ده والخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. الإعلامي أمير هشام قال في تصريحاته إن رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز عنده رغبة في الرحيل عن بيراميدز في الموسم الجديد. اللاعب بعد خروج بيراميدز من كأس الكونفدرالية وخسارة نهائي الكأس هيبحث عن عروض الاحتراف في الميركاتو الصيفي. وقال كمان إن رمضان صبحي حاسس بالحزن بسبب عدم تحقيقه أي بطولة، وأيامه بقت معدودة واحتمال كبير يروح أحد الدوريات الأوروبية. كمان الزمالك بيعتبر أكثر فرقة مهتمة بضمه في الصيف بعد فشل ضمه في الموسم اللي فات، ولكن اللاعب مش هياخد أي قرار إلا في نهاية الموسم الحالي. وعرفنا من مصادرنا إن رمضان صبحي رفض فكرة اللعب في صفوف الزمالك مهما بلغت الإغراءات المادية اللي اتعرضت عليه. رمضان صبحي دلوقتي بيهدف إلى الاحتراف الأوروبي أو الخروج الخليجي والتواصل مع وكلاء اللاعبين للحصول على عرض مادي مناسب، لكنه لن ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك على الإطلاق. رمضان دلوقتي في حالة نفسية سيئة بعد المواسم الصفرية اللي مع الفريق وعدم الحصول على أي من البطولات المحلية أو الإفريقية، وفشلوا في أنه يثبت صحة قراره لما رحل من الأهلي إلى بيراميدز. بيتطلع رمضان إلى العودة لصفوف نادي الأهلي، ولكن القرار الوحيد في إيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأقرب لحد دلوقتي إن الخطيب مش هيقبل بالخطوة دي على الإطلاق، لأن ده بيتنافى مع مبادئ النادي الأهلي. من الناحية التانية، مدرب الزمالك الكولومبي مصمم على التعاقد معاه مهما كلفت الصفقة خزينة النادي، لأنه لاعب سوبر. تفتكروا رمضان صبحي هيروح الزمالك ولا هيرجع الأهلي، ولا يمكن يحترف في أوروبا؟ ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية.